العلم اسمع جهيات شكرني يا ولادي على عبارتك هذه مداش حلم اسمع جهيات وفقني يا الله ونمت بعهدي وفقني يا الله ونمت بعهدي شكرا وألف شكر يا ولادي شكرا وألف شكر يا ولادي شكرا وألف شكر يا ولاد بلادي شكرا وألف شكر يا ولاد بلادي علمتني الأصول تربية دنيا كلام الله والرسول واللغة الحياة علمتني الأصول تربية دنيا كلام الله والرسول واللغة الحياة علمت بفكري وبيديا أنت المدرسة الأساسية علمت بفكري وبيديا أنت المدرسة الأساسية شكرا وألف شكر يا أستاذي شكرا وألف شكر يا وليد بلادي إن شاء الله نشوف الطيار طابق في جيشنا قايد مغوار ولا رباني عميد البحار ولا مهندس سوق المعمار ولا إمام من العلماء الكبار طبيب تعالج الأضرار وفقنا يا الله وفقنا يا الله صدق كيشوفوا الصور هذه كيشوفوا هذا الكليب وشنو هي الحاجه اللي عاودت لك مباشره في بالك قصبعت وقال توحشتهم والله توحشت الاطفال هادو بذلوا مجهود كبير وانت القيم في المدرسه الاساسيه شكرا على الاغنيه شكرا لك المدرسه الاساسيه شكرا وألف شكر يا استاذي شكرا وألف شكر يا وليد